نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، تلقانا اليوم الثامن من شهر سبتمبر عام 2020 من الميلاد نبأ وفاة فضيلة الشيخ المحدث محمد عبد الله المظاهري مؤسس جامعة مظهر السعادة. نزل هذا النبأ على كل طائفة وجماعة العلماء في الهند وخارجها كصاعقة محرقة، إنا لله وإنا إليه راجعون. كان الفقيد المرحوم من كبار علماء الحديث في الهند، إنه قام بالتدريس في جامعته مظهر السعادة إلى مدة طويلة، وألف كتبا كثيرة قيمة في الفنون المختلفة. إنه ألف شرحا للبخاري يسمى إسعاد القاري، وهذا الشرح يعتبر من كبار شروح البخاري. من المؤسف جدا ومن المؤلم جدا أن الفقيد المرحوم كان مسجونا في السجن من 3 سنوات متوالية، وكان يبتلى بمختلف الأمراض كذلك. قد انتقل اليوم الفقيد المرحوم إلى رحمة الله، ولكنه خلف وراءه جماعة كبيرة من تلاميذه. إن وفاته خسارة كبيرة لجامعة مظهر السعادة وأخيه وأبنائه، كما هي خسارة كبيرة بين جماعة العلماء في منطقة غجرات بوجه خاص. لي شرف عظيم أنني قرأت عليه عام 2006 من الميلاد، وحفظت عليه القرآن. حفظت القرآن في جامعة مظهر السعادة. إن الفقيد المرحوم قد أنشأ هذه الجامعة عام 1986 من الميلاد، ولكن اليوم هذه الجامعة مركز كبير للتعليم الديني، وهذه الجامعة نالت شهرة كبيرة واعتبارا عظيما في تجويد القرآن، حتى توجه إلى هذه الجامعة المتخرجون من الجامعة، المتخرجون من المدرسة لتجويد القرآن وحفظه. بهذه المناسبة أقدم العزاء إلى أخيه فضيلة الشيخ عبد الرحمن مدير جامعة مظهر السعادة اليوم، وكذلك أقدم العزاء من نفسي ومن زملائي إلى جميع أبنائه. أخيرا ندعو الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، ويغدق عليه شآبيب رحمته ومغفرته، ويكرمه بالجنات والنعيم في الآخرة، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.